انا مدير علاقات عامه بالنادي الكويتي للرياضات الالكترونيه تقريبا صار لي سنه ونص، وقبلها كنت اشتغل معاهم بالبطولات اللي كانوا يقومون فيها. في عام 2020 فكرت اني امثل دوله الكويت، فانشات لي فريق وكنت معاهم وبنفس الوقت بادارتهم، وكان يمثل اسم كوت، يعني كوت يعني من اسم الكويت القديم ويرمز لدوله الكويت. وحاولت بقدر المستطاع اني استقطب الشباب المهتمين في مجال الرياضات الالكترونيه. التعليق من وانا صغير لما كنت العب بلاي ستيشن كان اللي يلعب معاه يتنرفز مني، لاني العب وعلق بنفس الوقت من باب الحماس، يعني ما كنت شايف انه اوكي موهبه وحاب اني اطورها وانميها بقدر اني انا اتحمس وايد. الجميل في الرياضات الالكترونيه ان هي بالضبط مو بس لاعب، يعني هي بكل انواع الوظائف شاملة الرياضات الإلكترونية، الإدارة، العلاقات العامة، المصممين، كل شيء، كل شيء، حرفياً كل شيء قادر يدخل في مجال الرياضات الإلكترونية. أنا أشتغل كمحلل استوديو، يفرق عن محلل فريق أكيد، لكن خضت التجربة ما هي بشكل رسمي مثل ما ذكرت لك بشكل مسبق، أني أنا في فترة من فترات كان عندي فريق، فكنت في الجانب الإداري بالجانب الفني أضيف لهم شوية، أصحح لهم، أعطيهم بعض المعلومات اللي تفيدهم على مجريات البطولة، أن هذا الشيء ترى ممكن يأثر عليكم، غيروا مثلاً طريقة تحركاتكم، نزولكم، طريقة الفايت شلون ممكن تأخذونها وإلى آخره. فجربتها لكن ما خليتها توجه بحكم أني أنا اتجهت إلى الجانب الإعلامي أكثر. بداية يعني وانت كبير بالعمر شوي وتلعب ومعطي موضوع اللعب أهمية شوي، ممكن اللي حوالينك بالمجمل ممكن يأخذونها بنظرة أن لا إيش لك باللعب، واللعب ما أنا أي مستقبل، ركز كرة القدم وقتها، ركز بوظيفتك بحكم أنك كنت موظف بالقطاع المصرفي. فالفيدباك أو ردة الفعل بالمجمل باللي حواليني لأنهم مو عارفين المجال وين رايح وشلون صاير وشنو مردودة، فما كانت افضل شيء امانه الا الله يذكره بالخير اخوي عبد الله، كان هو واحد من الداعمين اللي بوش روح وانا معاك. والاهل بالمجمل يعني بعد ما فهموا الفكره لا كانوا من اقرب الناس هم والاصدقاء، وخالد شما واحد صديق بداياتي، يعني لو مو الاجواء اللي كنا فيها ما وصلت اللي انا فيه، وكذلك الناس الالكترونيين، يعني دائما يقول لك في اصدقاء الكترونيين، لا اخو ترى الاصدقاء الالكترونيين حالهم حال الاصدقاء بالحياه الواقعيه، لكن اللي يفرق ويفصل ما بينك وبينهم انه ممكن يعيشون منطقه غير منطقتك، يعني على سبيل المثال انا عندي نسبه اصدقاء وايد عاليه من خارج دوله الكويت، فطبيعي بيكونوا اصدقاء الكترونيين ونتصادف وقت المحافل. فالاصدقاء الالكترونيين في بدايتها كان طارق الختاتنا هو اللي جاب لي الفرصه الاولى، وهو صديقي اللي اعطاني يعني كذلك حافز ودافع اني اكمل. وواحد الله يذكره بالخير حاليا هو يشتغل معانا، عبد المحسن النوح، مدير الرياضات الالكترونيه بالنادي الكويتي للرياضات الالكترونيه. هو كان يمتلك لاونج او صاله بالكويت للالعاب الالكترونيه والجيمنج، فهو اكتشفني في مكان ودعمني انه تعال انا عندي وابيك تلعب وتسوي بطولات عندي. فهذه كانت في البدايات كانت تعني لي وايد، للحين اذكرها وللحين احسها هو يعني الاب الروحي اللي بهذا المجال. موقف صعب اللي مريت فيها بالمجالين، بكرة القدم لما صارت لي الإصابة وكنت أحلم أني أكون يعني أمثل دولة الكويت، رب لك الحمد يعني ما مثلتهم في كرة القدم لكن قدرت أني أمثلهم في مجال ثاني. يوم أصبت ورجعت، يعني وقت الإصابة أنك توقف سنتين ما يقارب ومن ثم ترجع لكرة القدم بالدوري المحترفين والدوري الأول، هذه كانت أصعب مرحلة. بالنسبة حق مجال الرياضات الإلكترونية القرار الصعب اللي اتخذته وربي لك الحمد هو اللي وصلني لهذا المرحلة في عام 2020 لما كنت مخير ما بين كرة القدم، استمراريتي في كرة القدم أو التركيز على مجال الرياضات الإلكترونية تحديدا باللعب والتعليق، وهذا واحد من القرارات الصعبة. لكن أحيانا تحتاج أنك تخاطر وتضحي بشيء على أساس تكسب شيء ثاني، والحمد لله اللي كسبته وايد مستانس عليه.
داخل الكويت الإقبال قليل لأنه مو توجه، يعني بالدول المجاورة تبارك الرحمن في وايد ناس بلشت تركز إن هذه هي وظيفتي المستقبلية أو هذا هو مستقبلي، لدرجة إن البعض وقف دراسته فرغ نفسه من وظيفته على أساس إن تكون هذا يعني الشيء اللي راح يبني مستقبله من ناحيه المردود من ناحيه السي في. اما بالكويت قاعد نجتهد وقاعد نسعى احنا ك يعني النادي الكويتي او كاتحاد، لكن الثقافه مواصله، يعني للحين اللاعبين الكويتيين مو معطي اللعبه اهتمامها او المجال اهتمامه ومنافسته، دائما ياخذها من باب تسليه، اوكي يدخل يفوز طبيعي، بس انه ما اذا خسر عادي وقف اللعبه، ما في اذا خسر يعيد المحاوله مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، ف لابد من الاهتمام فيها، واحنا كنادي الكويتي رياضة الكترونية قاعد نجتهد. رب لك الحمد، التنسيق يعني قاعد يكون اغلب بطولاتنا، وهذا الشيء اللي قاعد يساعدني بتكون في نهاية الاسبوع، فهذا اسهل شيء، والمجال العمل عادة يكون عبر الانترنت، وفي بعض الأحيان تحتاج أنك تسافر للستيج للستوديو اللي ممكن تنقل فيه البطولة، فأحيانا إذا كان فترة طويلة أقدم على رصيد إجازة، أما إذا كان يصادف ويكند ما عندي مشكلة أروح وأرجع، أما إذا كان على الأونلاين قادر وأنا بالبيت يعني خلص دوامي أرد، يعني حاليا بعد المقابلة راح أخلص وعندي شغل راح أخلصه هم بالأونلاين. مع الأزمة اللي واجهناها ب2020 كان أغلب شغلنا، وأنت يعني قاعد تشوف نفسك تكبر بالمجال ما يقارب يعني صار لك سنتين، ومع الأزمة اللي استمرت سنة ونص معطلة تقريبا كل الأمور، وتشتغل على صعيد إقليمي وعالمي، فعلى صعيد إقليمي عفوا ما وصلنا العالمي، لما انفتحت الأمور قالوا إنه في بطولة راح تشارك فيها وتمثل فيها الشرق الأوسط من ضمن المحللين، فهذا كانت واحدة من الأشياء اللي أسعدتني، لأن كان طموحي إن اليوم أنا دخلت هذا المجال واتخذت قرار إني أوقف لعب عشان أصير معلق ومحلل بهذا المجال، إني أبلش أظهر على البطولات العالمية الرسمية باللعبة، ورب لك الحمد هي اللي فتحت لي من بعدها آفاق أكثر إني أكون إعلامي مو بس كمعلق ومحلل في اللعبة. صارت وقتي، رياضة الإلكترونية صارت يومي، صارت جزء من حياتي، يعني أغلب ربعي، أغلب معاملاتي، أغلب شغلي كله قاعد يكون في مجال رياضة الإلكترونية، صرت حتى لما أقعد بالدوانية عادي بدل هم يخلصون مباراتهم أنا أحط لهم بطولة قاعد تنعرض على التلفزيون قاعد طالعها، فيعني صارت رياضة الإلكترونية شيء من روتين حياتي، إني لازم أتابع أخبارها، لازم أتواصل مع الناس الموجودين فيها، أشتغل عليها أو أحضر لها يعني إذا ما كان عندي عليها شغل، أتطلع نفسي في المستقبل إني يعني على الصعيد الخارجي ربك الحمد وصلت بعيد، فودي اتوسع بالالعاب يعني، وهذا الشيء اللي انا قاعد اشتغل عليه، يعني حاليا انا مو مقتصر على ببجي موبايل، اشتغلت مع كره القدم الافتراضيه بانواعها بالالعاب اف سي ولا اي فوتبول، اشتغلت على روكت ليج وغيرها، ودي اتوسع اكثر بالالعاب الثانيه، نفس الشيء ودي اكون بالكويت جزء يعني من الاعلاميين المؤثرين في هذا المجال مع المستقبل في حال نهضه الرياضه عندنا، وأتطلع أن الرياضة بتكون أكبر من كذي، وممكن مع الوقت أكون الواجهة لرياضة الإلكترونية في الكويت الإعلامية، وممكن يكون في منصب إداري مستقبلاً، ونحاول من خلاله أن احنا نرتقي في دولة الكويت على أساس أن نمثلها في شكل أفضل، ننمي فيها المواهب والإمكانيات والطموحات عالية والأحلام وايد، وإن شاء الله نرجع للمقابلة هذه بالمستقبل وتكون واقع.